حاكمة أقول أنتم هذا إليكم وهذا إلي، أنا أقرر شنو لكم ما لكم وما عليكم، مو أنتم تناقشوني وأنا أقرر ما أريكم إلا ما أرى، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لذلك الخلاف اليوم مو خلاف على نشارك في الانتخابات أو نقاتل، الخلاف هو أو الاختلاف بين الطائفة الواحدة والملة الواحدة والتيار الواحد، هل نحن نعمل من داخل النظام أم من خارجه؟ هل نحن ضد الحكومة الحكم نظام الحكم أو ضد الحكومة؟ فهذا التياران هم الآن يعني انتقلت المعركة من بيننا، تاريخيا كان المعركة بيننا بين شعب البحرين بشيعته وسنته وإسلاميين ووطنيين وبينهم وبين النظام، إلى الآن دخلت داخل طائفة بيت الشيعة بين الشيعة أنفسهم، أن ناس يقولون إحنا نشتغل من داخل النظام وناس يقولون إحنا نشتغل من خارج النظام، وبالتالي يصير مجالات الاحتكاك. طبعا لحد الآن عموما عقلاء يعني ما وصلوا إلى مرحلة الخروج عن الأخلاق والآداب، لكن في التناقض والإشارات والتلميح وكل واحد والتشكيك في النوايا وكل واحد يشكك في الآخر، هذا موجود. تصوري أن هذه مشكلة بتتطور، يعني تصوري يعني أنا هذه أشوفها مشكلة بتتطور إلى يعني ما ندري إلى وين، بس لأن في كل واحد ماخذ موقعه وما في تنازل. يعني الحل الأفضل الآن هو أن كيف نقدر نتوصل إلى مفاصلة إلى طلاق بسلام، يعني تسريح بإحسان بدون أن يصير هناك، لأن يعني المشكلة خطرين. يعني أنت شلون تجيب القاعدة مثلا ويا جماعة السنة العاديين، شو يقاتلوا في الأخير وصول للختان، لأنك بس طبعا الحكم مو هالشكل مو لهالدرجة، لكن بس حتى لتوضيح الصورة، بمعنى أن عندما تكون ضد النظام إحنا ضد النظام، إحنا ضد النظام السياسي القائم. النظام السياسي نقصد به الدستور، والدستور هو الذي يحدد مصلحة كل طرف وحقوقه وواجباته، وبالتالي الآخر الطرف يعني إخوان الآخرين يقول لا إحنا ما عندنا مشكلة، يعني هو ما يقولون، هو يقول عندنا مشكلة ونظام بس مو أولوية. يعني إحنا مشكلتنا الآن نطلع السجناء إذا دخلوا، إذا ناس ما يشتغلون نوظفهم. إحنا نقول هذا مو نظام، النظام اللي بدأوا آبائنا في 1922 واستمر عبر العقود إلى اليوم هذا، إنه يجب أن يكون هناك توافق على كيفية إدارة البلد، هذا التوافق غائب.